بكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رايحين نديروا نموذج في الرياضيات للتلاميذ الثانيه ابتدائي. قبل هذا اللي مازال ما انضمش معنا الانستغرام قولها مرحبا بك، راهو لتحت ياسمين عالمي، ونبداو على بركه الله. عندنا الوضعيه الاولى، اكمل ملء الجدول. هذا راح الجدول تاع الضرب تاع العدد 3، دونك انا نضرب 3 في 1. احنا قلنا اي عدد نضربه في 1 راح يقعد نفسه، دونك 3 في 1 3، 3 في 2 شحال هو 6. التلاميذ لازم يفهموا باللي كل مره رايح نزيد هذا العدد. عندي هنا 3 زدت له 3 مدلي 6. كي نروح 3 في 3 هذه 6 رايح نزيد لها 3 وتولي لي 9، دونك هنا 9. 3 في 3 هي 9، 3 مكررة 3 مرات، 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هذا هو المفهوم تاع جدول الضرب. 3 في 4 12، 12 نزيد لها 3 ها واش تولي لي؟ تولي لي 15. 3 في 15 في 5 عفوا هي 15، 3 مكررة 5 مرات، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، وهذه الرابعة وهذه الخامسة. كي نحسبوها رايحين نلقاو 15. عندي 3 في 6 18، 3 في 7 21، 3 في 8 عندي 24، 3 في 9 27، 3 في 10 هي 30. هنا كامل زدنا لهم 3، كل مرة نزيدوا 3. نفس الشيء للجداول الأخرى تاع 2 ولا تاع 4 ولا. نروحوا للوضعية الثانية، أحسب ما يلي. عندنا 3 عمليات تاع طرح وحدة تاع الجمع، دونك 82 ناقص 15. عندي 2 ناقص 5 لا أستطيع. كاين طريقتين، حنا طريقتنا تاع بكري كنا نديرو 2 رايح نسلف منه 1 هكذا ونعاود نرجعو، معنتها 12 ناقص 5 ونلقى 7، نرجع الواحد هنا تولي 8 ناقص 2 6. طريقة تاع درك، 82 ناقص 15 العشرات رايحة نسلفهم منا، دونك تولي لي 12، هادو هما العشرات تاعنا، هنايا تولي لي 7. 12 ناقص 5 تساوي 7، 7 ناقص 1 تساوي 6. كاين طريقتين مي هادي اللي راهي معتمدة دركا. أنا ندير لكم هادي شغل باسكو والفناها، دونك 93 ناقص 48 نفس الشيء، نسلفو العشرة منا ونشطبو على 9 وتولي 8. 13 ناقص 8 تاني علموهم يعني باش يعرف الفرق، كي ما يعرفش من 8 يطلع 13، 8 9 10 11 12 13 ويحسب 1 2 3 4 5. دونك عندي هنا 5. 8 ناقص 4 تساوي 4 في الجمع عادي. 5 زائد 7، شوفوا هكذا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات، هنايا تساوي 12 ونحتفظوا بالواحد هنا. 5 زائد 2 7 والواحد 8، واحد زائد لا شيء يعطيني 1. 79 ناقص 35 هنا 4 وهنا 4 بهذا الطريقة. إن شاء الله فهمتوني برك في الطرح. أنا ما نستعملش غير هذه الطريقة، يعني نستعمل ما نستعملش هذه الطريقة، نستعمل تاعنا تاع زمان، نسلف ونرجع هنا وننقص. المهم الوضعية الثالثة، أكمل. عندي 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، واش العدد اللي راهو مكرر؟ سيبيان 3. شحال من مرة راهو مكرر؟ وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة، مكرر 5 مرات. 3 في 5، 3 في 5 كم يساوي؟ يساوي 15.
ثلاثة وثلاثة ستة، ستة وثلاثة تسعة، وثلاثة اثنى عشر، اثنى عشر ثلاثة عشر، أربعة عشر خمسة عشر. نروحو اللي بعده، عندي ثمانية. شحال من مكرر من مرة نحسب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، بهذه الطريقة. عندي ثمانية وثمانية شحال؟ ستة عشر. وثمانية وثمانية ستة عشر، ستة زائد ستة اثنى عشر، وهادوما يساوي اثنان وثلاثون. أنا راني ندير لكم هادو باش نفهم الأمهات، يعني الضرب هو نفسه هاد الجمع، اثنان وثلاثون. ثلاثة في أربعة هي ثلاثة في أربعة، نقدر نكتبو أربعة في ثلاثة، منا ولا منا لا ميم شوز، تساوي اثنى عشر. خمسة في خمسة واش معناتها؟ عندنا العدد خمسة، شحال راهو مكرر؟ راهو مكرر خمس مرات، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك عندي خمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرون، تسعة في عشرة تساوي تسعة. عندي مشكلة، قطف عمر من شجرة التفاح ثلاث سلات، وفي كل سلة خمس حبات، ما هو عدد التفاحات التي قطفها عمر؟ السلة الأولى والسلة الثانية والسلة الثالثة. قالك في كل سلة كاين خمس حبات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، زوج وهكذا أربعة خمسة. قالك ما هو عدد التفاحات التي قطفها عمر؟ قدروا يحسبوا هكذا يلقاوها خمسة عشر، ونقولهم مش من عملية، نقدروا نديروا خمسة زائد خمسة زائد خمسة تعطينا خمسة عشر. محنا نقولوا دوكا تعلمنا عملية الضرب، نديروا الحاجة اللي تكون مختصرة. دونك أنا وش عندي؟ عندي خمس حبات تاع التفاح، شحال راهم مكررين من مرة؟ راهم مكررين ثلاث مرات. دونك عندي خمسة في ثلاثة، وهذه هي العملية، تساوي خمسة عشر. خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر، عدد التفاحات التي قطفها عمر هي خمسة عشر تفاح. نجوزو للوضعية الإدماجية، عندنا هذا سوجي فيه مشكلة في وضعية إدماجية. اشترت ياسمين 42 حبة حلوى، واشترت أسماء 12 حبة فقط. أعطت ياسمين لأسماء حبات حلوى، فأصبح لدى أسماء 24 حبة. كم حبة حلوى أعطت ياسمين لأسماء؟ كم حبة تملك ياسمين الآن؟ دونك العملية اللي راحين نقوموا بها، شوفوا ياسمين كانوا عندها 42 حبة تاع الحلوى، وصاحبتها أسماء شرات 12 حبة حلوى فقط. هذه ياسمين مدت لها على بالنا شحال؟ ولاو عندها 24. دونك العملية اللي نديروها، أسماء ولاو عندها 24 حبة، هكذا نقصوا لهم 12 حبة اللي كانوا عندها، نعرفوا شحال زادت لها ياسمين. نورمالمون فهمتوني، 24 ناقص 12 تمد لنا 12. شوفوا وين كتبت انا غلط. دونك اعطت ياسمين لاسماء 12 حبه حلوى. كاين طريقه واحده اخرى تفهموها لهم، قولها اسماء كانوا عندها 12 هكذا، ولو عندها 24 شحال زدنا لها هنا؟ وداري يعرفوها هذه، 2 زائد 2 4، 1 زائد 1 تساوي 12. نعرفوا باللي ياسمين زادت لها 12 حبة، ونحب هذه الطريقة أحسن من هذه الطريقة. هذه الطريقة تقدر شغل كيفاش نفهمكم، نشوف شوية صعيبة في الفهامة، هذه اللي بلو فاسيل، مي راني نشوف راهم يحلوا بهذا الفاسو. المهم دركا نروحو للسؤال تاني، كم حبة تملك ياسمين الآن؟ ياسمين كانوا عندها 42، مدت
12 لأسماء نقصوا 12 ونديروا العملية. 2 ناقص 2 صفر، و 4 ناقص 1 3. أصبحت تملك ياسمين 30 حبة. دونك عندي باش يكتبوا أطفالكم 24 ناقص 12، عندنا 12، والعملية الثانية 42 ناقص 12 تساوي 30. هذا النوع تاع الوضعيات باش ولادكم يفهموا باللي وضعية ماشي لازم فيها عمليات جمع وطرح دائما، دي فوا يكونوا بين زوج جمع، دي فوا يكونوا بين زوج طرح، دي فوا يكونوا مخلطين. بهذا نكونوا كملنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، سنوني فيديو مقبل باذن الله، وكم سلام.